كم كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو في الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ديروا ابوني وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لايك لايك لايك. ونبداو اليوم عندنا واحد الحلوه اللي هي خفيفه ظريفه وكتصلح في جميع المناسبات بطبيعه الحال، سيرتو الاعياد، وكتكون صراحه لذيذه جدا وهشيشه بزاف. بسم الله نبداو. اليوم ما عندناش ما فيهاش مقادير بزاف، وبدون بيض نبداو. عندنا 250 غرام ديال الزبده في حراره المطبخ، عندنا 4 الفرماجات، وعندنا القبصه ديال الملحه، وعندنا كاسونس ديال الزيت، يعني ما يعادل الزلافه ما تكونش عامره، كاسونس عنبه ديال الزيت، نص كاس عنبه ديال سكر كلاصي، عندنا فانيا اللي غادي نديروها دابا نيت، وعندنا خميره حمراء والدقيق على حسب الخليط. نديرو الدقيق، عفوا السكر اللي ديجا مغربلنا، راه مغربل. بسم الله، حاولوا ندمجوا الخليط حتى كتشرب الزبده والجبن ديالنا. ممكن اللي ما كتكونش عنده الزبده في حراره المطبخ، مثلا كنتو ديجا شعلتو الفران ولا تحطوها فوق الفران دغيا كتولي في حراره المطبخ، ولا درتو طاجين ولا درتو شي حاجه فوق البوطه كتحطوها من الفوق، غير ما تحطوهاش نيشان العافيه، ولا حطوها غير حدا البوطه ديالكم، راه غادي تكون في حراره المطبخ. نعطوها الراحة ديال اليد ديالنا باش كندخلو السكر والفاني وديك الملحة والفرماج والزبدة كيندمجو مزيان. دا كنحصلو على واحد الخليط اللي هو متجانس. هنا في هاد الأثناء كنديرو كاسونس ديال العنبة ديال الزيت، أنا الدقيق مغداش نعبرو ليكم لحقاش هاد الحلوة هادي كاين الدقيق اللي كيكون كيخصنا في الحلوة، والدقيق اللي كيكون صعيب يتشرب، يعني الدقيق دائما عندنا ميزانة. الدقيق اللي عندنا ديجا مغربل، دير واحد الخميره حمراء،
بعد ما كنكملو شتي كتجي الحلوة، يعني كتقولوا مازال خاصها الدقيق، هي راه هي هذيك تشوفون شكل الحلوة ديالنا. يعني تشكلات بدون صعوبة، يعني راه هي هذيك الدقيق. وراه الا لاحظتوا راني ما كملتش الكميه كلشي اللي شفتو ديال الدقيق، انا كنغربل واحد الكميه اللي ما غاديش نصدق تاني نغربل شي حاجه اخرى، وكتكون عندي هاد الكميه شايطه، يعني ما عنديش لا ما يشيط ولا يخصنا تاني. ونجبدو السنيوه ديالنا اللي غادي ندخلوها الفرن ونرجع ان شاء الله. بعد ما جبنا السنيوه ديالنا، انا كنخدم بهك بهاد الطريقه، كنكور كل شيء باش كنسالي، كندير الكورات بحال بحال.
كنكتوفيو بهذا القدر هو اللي غادي يكفينا في هاد الطاوة ديالنا. كنخدمو هنا البنات كنخدمو بهاد الطريقة هادي. ممكن ديروها على شكل غريبة، ممكن يعني على حسب نتوما اش بغيتو. رانا نستمر بهاد الكيفية حتى كاين نسالو كاع الحبات اللي عندنا. بعد ما كنكملو نصف الكمية، نصف الكمية راه قلت لكم البنات هاد الحلوة راه كتكون الكمية ديالها كتيرة وكتكون اقتصادية بطبيعة الحال. بعد ما ان شاء الله نتلاقاو بعد ما كطيب ونخرجوها من الفرن ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طابت الحلوه ديالنا راه كتكون شويه كنخليها حتى كتبرد شويه واحد 10 دقائق، عاد كنديروا السكر كلاصي. من الاحسن البنات يكون السكر كلاصي سبيسيال باش كيشد لكم مزيان في الحلوه ديالكم. نستمر بنفس الطريقة. صراحة هاد الحلوة شيشة بزاف، الأحسن تكيسو عليها. نتلاقاو البنات بعد ما كنقدموها في صحن التقديم النهائي ديالنا. البنات ديال الحلوه ديالنا بعد ما كطيب كتطلع صراحه هشيشه بزاف بزاف وجميله جدا، يعني في جميع المناسبات وفي جميع الاعياد. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش تابوناو باش تشتركوا باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش ديروا لايك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.